يبدو أن إيران أصبحت بين سندان التفاوض على اتفاق جديد ومطرقة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن كشفت طهران مؤخراً عن محاولات للتنصل من تعهداتها المتعلقة بالصفقة النووية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي قال بأنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران داعياً النظام في طهران إلى الجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دانفورد أن قرار إرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الخليج جاءت بهدف ردع التهديد الإيراني في المنطقة التصريحات الأمريكية تزامنت مع بيان مشترك للدول الأوروبية أشهرت من خلاله لسعيها نحو الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران رافضة التهديدات الأخيرة بالانسحاب الجزئي من الاتفاق النووي إذا لم تستجب أوروبا لمطالبها، البيان أوضح عزم التكتل على مواصلة الجهود من أجل استمرار التجارة المشروعة مع إيران، مضيفاً بأن هذا يشمل تفعيل الآلية الخاصة بالتبادل التجاري معها، لكن الآلية فشلت حتى الآن على أرض الواقع في ظل إعلان كل الشركات الأوروبية الكبرى التي أكدت مؤخراً أنها تعتزم التوقف عن الاستثمار في إيران، وتمثل هذه الخطوة معضلة لحلفاء واشنطن الأوروبيين الذين يقولون أنهم هم يشاركونها مخاوفها بشأن تصرفات إيران لكنهم يعتقدون بأن أساليب إدارة ترامب قد تأتي بنتائج عكسية وتنتقد إدارة ترامب الاتفاق النووي وتعتبره لا يتناول برنامج الصواريخ الإيراني ولا يعاقب طهران على ما تعتبره واشنطن تدخلا في شؤون دول المنطقة في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على دول الاتحاد الأوروبي التقيد بالتزاماتها في الاتفاق النووي مع بلاده وتطبيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من العقوبات الامريكيه وتقول ايران ان برنامجها الصاروخي وسياساتها الاقليميه قضايا سياديه غير قابله للتفاوض